أهلا بكم. لماذا يراد هدم المعالم التاريخية للعراق؟ لماذا يراد محو تاريخ مدن بلاد ما بين النهرين؟ في كل دول العالم تقوم الحكومات بواجباتها بالحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي لبلدانها والدفاع عنها بالغالي والنفيس، لأن الصروح الحضارية والتاريخية تمثل هوية الشعوب التي تنتمي لهذه البلدان ورموز تتباهى بها وتفتخر بها بين الأمم. إلا في العراق يتم هدم الإرث التاريخي بطريقة مهينة ومتخلفة بالجرافات والمعدات لتداس بعدها بالأقدام والأحذية، لأن الجهل قد انتشر وتسرطن في جميع من سولت له نفسه فعل وتنفيذ هذا الهدم لمئذنة جامع السراجي في أبو الخصيب بالبصرة رغم رفض وزارة الثقافة، وكذلك الوقف السني الذي كل ما قدر عليه هو إقالة أصحاب المناصب في المنطقة الجنوبية. لك الله يا عراق، تستباح آثارك وينتهك تاريخك ويقتل إنسانك. استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق ودانت هدم جامع السراجي ومنارته بطريقة مذلة تحت إشراف محافظ البصرة الذي حمل راية الهدم نصرة للشارع الرئيس ونصرة للمواصلات، فسحقا للتخلف والجهل. ولكن نتساءل، ما هي دوافع هدم مئذنة السراجي في حين نحن في عصر تتوفر فيه كل التقنيات الحديثة من دول متطورة لتفكيك المنارة ونقلها من غير المساس بالإرث الحضاري والتاريخي ومن دون هدمه بالجرافات بهذه الطريقة المتخلفة؟ نناقش مشاهدينا الكرام هذه القضية في برنامج تحت الضوء هذه الليلة، وأرحب بضيوفي الكرام، كل من الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. أهلا بك، وأرحب أيضا بالأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي العراقي ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ مجاهد. حياكم الله وشكرا لكم وتحية لكم ولضيفك الكريم. شكرا لك أستاذ مجاهد. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع بداية هذا التقرير ثم نبدأ بعدها بالحوار، كونوا معنا. قبل ساعات الفجر الأولى توجهت الآليات والمعدات ترافقها قوة أمنية بإشراف محافظ البصرة المدعو أسعد العيداني لهدم جامع السراجي ومنارته التي يمتد تاريخها لأكثر من 3 قرون، ليتفاجأ سكان منطقة أبي الخصيب والعراقيون بهدم أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية الأثرية في البصرة بطريقة همجية مهينة لا تتناسب مع تاريخ وإرث العراق الحضاري والديني بذريعة توسعة الطريق الذي يمر قرب الجامع. وعلى الرغم من اعتراض دائرة الآثار والتراث في البصرة لكون الجامع ومنارته جزءا من الإرث الثقافي العراقي، إلا أن محافظ البصرة المعروفة بارتباطه بأحد الأحزاب المتنفذة بالعراق وذا صلة كثيرة بملفات الإرهاب والفساد في المحافظة، قد أقدم على هدم المنارة وحضر عملية الهدم بنفسه. هدم منارة الجامع جرى بطريقة مهينة وفي مشهد اجتمع فيه صور الإذلال والاستخفاف بمشاعر أهل البصرة ومصلي الجامع، واقترنت بالتجاوز الكامل لكل حسابات حل هذا الموضوع بالطرق التي تحفظ للجامع مكانته وهيبته بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي استنكرت ودانت هدم جامع السراجي ومنارته، مؤكدة أن مديرية الوقف السني في البصرة شريكة في المسؤولية بهذه الجريمة، مشيرة إلى الممارسات ذات الطبيعة الطائفية لمحافظ البصرة وسعيه الحثيث لإثارة الفتن.
من جهتها أكدت وزارة الثقافة في بيان لها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أي تجاوز إداري أو شخصي، لافتة إلى رفضها هدم منارة جامع السراجي. بينما أكد محافظ البصرة السابق وائل عبد اللطيف أن طريقة هدم الجامع كانت بدائية وغير محترمة، فيما أشار موقع ميدل إيست آي إلى أن هدم جامع السراجي ومأذنته يؤكد الإهمال المتعمد للأماكن الأثرية في العراق، وأن هدم المأذنة والجامع يثبت استمرار التدمير الممنهج للتراث الثقافي بذريعة خطط توسيعة الطرق والجسور. وبحسب المختصين فإن ثمة طرقا كثيرة لتفادي هدم المسجد ومنارته، إلا أن هذه الجريمة قد تفتح الباب على مصراعيه أمام هدم المعالم التاريخية والدينية لمحو تاريخ المدن العراقية. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل. مأذنة عمرها أكثر من 300 عام تهدم في جميع دول العالم، الصروح الحضارية والتاريخية يدافع عنها بالغالي والنفيس، ترصد لها الميزانيات الضخمة من أجل الصيانة والإدامة، وحتى ممكن استثمارها سياحيا. لماذا في العراق الإرث الحضاري يهدم بطريقة متخلفة؟ أسعد الله مساءكم جميعا، وبالتالي دعني أبين لك بعض الملامح القانونية قبل أن نشرع بهكذا موضوع وتدمير الحضارة. وقع محافظ البصرة المجرم أسعد العيداني لأن الذي فعله إجراما بالقانون، وبالتالي ينبغي أن يوصف الشخص بجريمته بأنه مجرم ارتكب مخالفات قانونية جسيمة. لو كانت هناك قضاء أو حكومة لتم مقاضاته، وتبدأ من هذه القضية أنه لم يصدر أمرا إداريا إلى البلديات بعملية هدم المسجد، وبالتالي ذهب باتجاه هدم المسجد من دون أمر إداري. ومن غير المعقول إذا نتكلم إداريا أن لا يصدر أمرا إداريا بهكذا عملية ثم تنفذ، بغض النظر عن الأمور وحيثياتها التي سنأتي لاحقا في اللقاء إلى ذكرها، لكن قانونا هذا حقيقة يعتبر مخالفة قانونية ينبغي أن يعتقل، وبالتالي ينبغي أن يحاكم لمخالفته اللوائح الإدارية والقانونية في تنفيذ الأعمال، وهو إصدار أمر للجهات التي معنية بهذه القضية. إذا كانت الجهات معنية بالإزالة فهي البلديات، فلماذا لم يصدر أمرا إداريا بذلك؟ المخالفة القانونية الثانية هو لم يعلم الجهة الذي ينتمي إليها المسجد من خلال إشعارهم بهذا الأمر إلى توجيه نسخة منه من الكتاب المعنون إلى البلديات أو إلى القرار المتخذ بهدم المسجد إلى الجهة التي يرتبط بها هذا المسجد وهو ديوان الوقف السني ثم هيئة الآثار ووزارة الثقافة، وبالتالي هذه مخالفة قانونية أخرى. وثالثا المخالفة القانونية الأخرى أنه هدم المسجد بطريقة اللصوص، بطريقة لصوصية وليست بطريقة القانون، لأن الدوام الرسمي في العراق يبدأ من 8 صباحا وينتهي إلى 4 مساء في أغلب حالاته، وبالتالي هو خارج نطاق الدوام ارتكب مخالفة بطريقة اللصوص الذين يسرقون في منتصف أو نهاية الليل عندما ينام الناس. ولذلك لماذا حرص أستاذ عبد القادر، لماذا المحافظ بنفسه حرص على هدم هذه المأذنة؟ يعني دعني أقول لك هذا الحرص نابع من أنه يريد أن ينفذ شيئا بإطار طائفي، وما جرى هو عملية طائفية تهدف إلى إنهاء حضارة وإلى إنهاء مسجد لأنه يتبع إلى ديوان الوقف السني. ولذلك من هنا أقول لك للمخالفات التي ذكرتها على القانونية في الوقف السني أو ديوان الوقف السني أن يقيم دعوة حقيقية في المحاكم، سواء قبلت هذه المحاكم أو شوفت هذه القضية ثانية، لأننا لا نمتلك قضاء نزيها. لكن المفروض الآن كخطوة أساسية لديوان الوقف السني في بغداد أن يكلف الدائرة القانونية بإقامة دعوة لهذه المخالفات الجسيمة قانونا بحق المجرم أسعد العيداني، لأن ارتكاب هذه الجرائم تعد جريمة جانحة وبالتالي مخالفة للقانون، وهذا ما يجعله مجرما متهما إلى أن تثبت براءته. وبالتالي حقيقة
العملية فيها نفس طائفي بطريقة واضحة تماما، لأن هذا المسجد يعود إلى ديوان الوقف السني، وعمر هذا المسجد 300 عام، أي هذا المسجد أو هذه المنارة الحضارية هي قبل برج إيفل، هي قبل إنشاء أمريكا أو تأسيس أمريكا، هي قبل إنشاء دول في المنطقة كانت هذه المنارة موجودة، وبالتالي إذن هي حضارة كبيرة واضحة تماما، لكن إزالتها في المستقبل البعيد عندما يتم التغيير الديموغرافي لسكان هذه المناطق لا يكون هناك معلما يدلل على أن هذه المناطق هي لمكون معين وأن هذا المكون يسكن هذه المناطق بدليل وجود المسجد وبدليل وجود الآليات الأخرى. ولذلك حقيقة إزالتها هي حقيقة إزالة طائفية بدليل أنه ذهب بنفسه ليسجل موقفا قبل ما تبدأ المناسبات التي تكتظ في شهر محرم الذي نعيشه غدا. نعم سيد عبد القادر، ورحب بالأستاذ مجاهر الطائي مرة أخرى. الدلالات الثقافية لهدم مئذنة عمرها 300 عام، إلى أي مدى ترى أنه يستهدف هوية هذه المدينة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكريم. طبعا يعني هناك عدا البعد الطائفي هناك نوع من الاستهتار والعبث بالكثير من يعني البنايات والمعالم الأثرية والتاريخية، لأن الطبقة السياسية أو المسؤولين الذين يتصدرون المشهد يعني ليسوا من يعني لديهم حس وطني بتاريخ وإرث وحضارة العراق، ويعملون للحفاظ على هذا الأرض. لذلك الدوافع الأساسية تكمن وراء هذا الأمر دوافع انتخابية سياسية، يعني بعد فترة سنشهد انتخابات مجالس للمحافظات، وهذا النظام السياسي العراقي نظام محاصصاتي طائفي وفاشل. لذلك هذه الأحزاب وهذه الشخصيات تقوم بأعمال لترفع رصيدها. طيب أستاذ مجاهد، الشارع يعتبر إنجاز. أستاذ مجاهد، ما هو الإنجاز؟ ما هو الإنجاز من هدم مئذنة عمرها 300 عام في العراق؟ ما هو الإنجاز الذي ستحققه الأحزاب؟ الشق الذي يتحدث به كإنجاز هو توسعة الشارع بغض النظر عن هدمه للمسجد. وهذا الإنجاز بالنسبة لأتباعه الذين يقفون معه، سواء يعتبرون هذا الأمر بسياقه الطائفي وليس إرث للعراق للعراقيين جميعا. لذلك تجد السياق العام للعراق للطبقة السياسية هي التعامل مع الكثير من الأحداث. يعني وجدنا قبل فترة في مناسبة الغدير زعيم سياسي يتحدث ويشتم الصحابة، هذا الحدث يأتي أيضا في ذات السياق. قبل فترة أيضا زعيم سياسي يرفض إقرار قانون العفو العام ويتهم الأبرياء الذين في السجون هم إرهابيين. لذلك هذا السياق العام إعادة الشحن الطائفي لتغذية هذا النظام، عندما يكون النظام طائفي محاصصاتي يحتاج دائما لتغذية، وهؤلاء المسؤولين يحتاجون. طيب سيد مجاهد، لماذا العراق يدار من قبل فئة تنظر إلى الآثار العراقية والصروح التاريخية أنها رموز طائفية؟ مثلا في مصر هناك معابد، في مصر هناك معابد وهناك تماثيل، وكذلك في جميع الدول في العالم، نحن نضرب كمثال. يعني هل يا ترى تتعامل الحكومات في مصر على سبيل المثال بأن هؤلاء تابعين لتوت عنخ آمون أو لخفرع أو إلى الهكسوس أو إلى آخره، وبالتالي يعني تقوم بهدم هذه الصروح التاريخية لمحو هذا التاريخ على سبيل المثال؟ أستاذ مجاهد انقطع الاتصال، سنعود مرة أخرى إليه بعد تأمين الاتصال. أستاذ عبد القادر، يعني نظام المحاصصة كيف يتعامل مع آثار العراق؟ نعم هو ينظر إلى ربما إلى المئذنة من وجهة نظر طائفية مثلا، ولكن كيف لنظام يقوم بإدارة دولة أن يمحو تاريخ وحضارة بناء على وجهة النظر الضيقة جدا 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 هذه؟
يعني أشار ضيفك في معرض كلامه على أن قبيل الانتخابات بدأ هذا السياسي يعني يسب الصحابة وذاك يفتح الأمور طائفية. من هذه السياقات أنا أكدت في بداية كلامي أن هدم المسجد ومنارته التاريخية الأثرية هو بناء على استحضارات طائفية لوصول إلى هذه التداعيات، لأن مجمل هؤلاء ينظرون بهكذا إطار. ثانياً، لماذا سؤالك كان يتركز لماذا لا يحترم هؤلاء الإرث الحضاري للعراق كما تحترم دول أخرى كمصر وغيرها لمعابد وغيرها؟ هذا حقيقة يعود إلى أنه من الذي يريد طمس هوية العراق الحضارية وجذوره الضاربة؟ العراق معلوم تماما في المنطقة لا أحد يستطيع أن يزاود على أنه مهد الحضارات وأنه ولادة الحضارات فيه، وبالتالي العالم يعترف أن من علم القراءة والكتابة، من علم القانون، من علم الزراعة هم الحضارة العراقية. وبالتالي كل دول المنطقة تفتخر، يعني عندما يخرج العربي إلى الدول الأوروبية يفتخر بحضارة العراق ثم حضارة مصر، وبالتالي يضرب الأمثال، لأن هذه الدول تعتبر يعني ناشئة منبثقة من حضارة العراق. إلا أن هناك دولة يغيظها وجود الحضارة العراقية. هذه الدولة حتى في زمن قبل 7000 عام قبل الميلاد عاش العراق بحروب معها من أجل طمس حضارتها، وقد رأيتم المعارك الذي قادها نبوخذنصر أو المعارك الذي قادها كورش الفارسي وداهم بابل ومناطق واحتل مدن. وبالتالي على مر العصور أن هذه الثقافة التي تريد طمس هوية العراق موجودة من اللحظة الأولى، ليست الآن، موجودة من قبل 7000 سنة قبل الميلاد بالمعارك، ثم جاءت بعدها عززتها ما جرى من غزو إسماعيل الصفوي على سبيل المثال. لا نذهب بعيدا كثيرا، ذهب باتجاه منارة الحدباء على سبيل المثال، وإلى الموصل وإلى سور الموصل وإلى غيره. كان الهدف الأساسي منه هو طمس الحضارة على عكس المغول. المغول جاءوا وقتلوا ودمروا وألقوا الكتب، فعلوا الأفاعيل، بل سميت الفترة المظلمة لأنهم قتلوا كل قائد يريد أن يظهر أو يقود المجتمع أو يحس أنه يقود المجتمع، لكنهم لم يذهبوا إلى طمس الآثار. إذن هناك حقدا يعني ذو عقيدة سابقا كانت فارسية والآن صفوية إيرانية خمينية خامنئية. لذلك إيران والمرتبطين بها يبحثون كل فترة وأخرى على طمس هوية العراق، وإلا ما الذي يجعل جامع الخلفاء العريق في وسط بغداد مكب للنفايات أو جامع مرجان أو غيره، وبالتالي يقولون مساجد متنازع عليها وبالتالي يجعلونها مكبات للنفايات، ومن ثم يهدمون المساجد التي كمنارة منارة المسجد الأثري في البصرة السراجي، يهدمونه لأنه حقيقة يريدون طمس هذه المعالم. هذه حقيقة النظرية يستفاد منها الإيرانيين في طمس هوية العراق. على ذكر إيران، أستاذ عبد القادر، هذه القضية لتنفيذ الأمور. أستاذ عبد القادر، على ذكر إيران، طبعا كما هو معلوم وكل العراقيين يعرفون وخاصة أهل بغداد أنه مقر السفارة الإيرانية في بغداد يعني تستحوذ على الطريق وتتجاوز على الطريق الرئيس وتجتزئ الكثير منه، في حين لو يعني نعمل مقارنة مع المنارة التاريخية التي عمرها 300 عام يتم هدمها لأنها تضايق الطريق وتضايق المواصلات، يعني هذا يدل على جهل كبير ربما، يعني لنغض الطرف عن الدوافع، يعني أنت تخاطب العقل الإنساني، لماذا السفارة الإيرانية لا يتم محاسبتها عندما تتجاوز على الطريق، في حين من أجل طريق تهدم مئذنة تاريخية في البصرة؟ نشاهد هذه الصورة مشاهدينا الكرام، انظروا إلى مقر السفارة الإيرانية في بغداد، وأهل بغداد يعرفون عنوانها، كيف تتجاوز على الطريق بطريقة يعني مهينة ولا أحد يحاسبها، في حين يتم هدم صروح حضارية تاريخية عراقية تحت مبرر أنه من أجل توسعة الطريق الذي يمر قرب
الجامع. كيف تعلق على هذه الصورة أستاذ عبد القادر؟ هذا يؤكد أنهم ليسوا ذاهبين من أجل الطريق أو الناس. هم لو كان لديهم ضميرا يتحرك على الناس، الناس الآن بحاجة إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب في البصرة وليس إلى توسعة هذا الطريق. ومن قال أن هذا الطريق مغلق؟ نعم. من قال هذا الطريق مغلق؟ هو فقط من المنارة أنه تجتازه سيارة، فلنعتبرها حاجزا تفتيشيا قبل أن أذهب إلى التعليق على طريق السفارة. فلنعتبره حاجزا تفتيشيا. الحواجز التفتيشية المليئة والكثيرة بالعراق تجبر الناس على أن يكون هناك مسربا واحدا لسيارة واحدة تدخل وتجتازه. فلنعتبر هذه الخمسة أمتار الذي فيها سيارة واحدة تجتاز وهو ليس مغلقا حاجزا تفتيشيا. ثم ثانيا، هل يمكن أن هذه القضية نلتف عليها؟ الجواب نعم، يمكن أن نأخذ من جانب الطريق قبل المسجد عدة مترات ثم نوسع الطريق ويكون عملية التواء بالطريق سهلة بسيطة جدا، وبالتالي نحافظ على المنارة، بل نجعل منطقة آمنة بينها وبين السيارات حتى لا تتعرض إلى حادث. إذن القضية ليست قضية الطريق، هذه الذي يتكلم عن قضية الطريق عليه أن يغادر هذه القضية تماما. القضية تحريك عواطف ولا أنه طريق والمسلمين طريق. طيب أستاذ عبد القادر، وأضرب لك مثلا إذا سمحت لي. نعم. لماذا إذا كان هناك نريد حلولا، لماذا لا نجعل هذا الطريق مسربا واحدا، كان يكون ذهابا أو إيابا ثم نختار طريقا ثانيا للذهاب أو الإياب، يكون هذا الطريق الدخول وطريق آخر يكون طيب للخروج. طيب أستاذ عبد القادر، في هذه النقطة، يعني هذه المشكلة ربما لا تحل بجعل الطريق ربما منفذ واحد ذهاب وإياب وإلى آخره، ولكن هناك الآن تقنيات حديثة بالتفكيك والنقل، وهذه التقنيات استخدمت حتى يعني في القديم عندما غرقت عانة قاموا بتحويل يعني صروح أثرية ورموز أثرية إلى أماكن أخرى خوفا عليها من التلف، هذا قديما عندما غرقت عانة. الآن هناك تقنيات أحدث، نحن في سنة 2023 بالإمكان التعاقد مع شركات عالمية لتفكيكها وترميزها لهذه المنارة بدلا من هدمها، ممكن إنشاء أنفاق، ممكن إنشاء جسور إلى آخره. يعني الأمر ليس فقط يعني هناك الكثير من، ولكن تفضلتم وقلتم أنه يحمل أهدافا من أجل الانتخابات، ولكن المواطن هنا أستاذ عبد القادر، هل من المعقول بعقلية السياسي أو المنتمي للأحزاب أو المنتمي لميليشيا معينة، هل ممكن بعقليته هو أن يرى أنه ممكن أن يحصل على مكاسب سياسية إن هدم المنارة أم إن أصلح الكهرباء أو وفر المياه الصالحة للشرب للناس؟ ما هنا الجواب يا سيد العزيز يا دكتور سمير والمشاهد يسمعنا، هل هؤلاء يعتمدون على الشعوب في الانتخابات؟ الجواب الشعوب تقاطع الانتخابات أكثر من 80%. هؤلاء لا يكترثون للشعوب، وليست برامجهم السياسية تتناول الشعوب أو أنهم يريدون كسب قلوب الشعوب حتى يحصلون أو يكتسبون تعزيزات انتخابية من انتخابهم. هؤلاء يخضعون للداعم السياسي الذي يزور والذي هو يضع الأسماء في الانتخابات. العراق ليست فيه ديمقراطية انتخابات، ولذلك هم يريدون كسب الميليشيات المسلحة والداعم الرئيسي للعملية السياسية والمتحكم بالمناصب وهي إيران. عندما أقول لك أن القضية ترتبط بأن إيران تريد طمس هوية حضارة العراق، وهذه ضربت لك مثل أنه حتى قبل الميلاد كانت هناك رغبات إيرانية بهذه الأرض ومعارك شرسة، وكل المعارك تأتي إيران تريد تهدم الملامح التاريخية للعراق. هؤلاء يريدون كسب ود إيران من أجل أن تفرضهم إيران في المناصب. لا يوجد سياسي أو حزب سياسي جرى اختياره على أسس شعبية، وإلا هل يعقل أو هل يعقل عاقل خارجيا أو عراقيا أن الشعب العراقي يكتوي بعدم وجود الكهرباء وثم يعيد انتخابات هؤلاء؟ بالمطلق لا يمكن أن تكون النسبة والموازنة. لكن هؤلاء لا يكترثون للشعب العراقي. الداعم الرئيسي للعملية السياسية الذي يختار المناصب هو الذي يريدون كسب وده من هذه الأعمال، ولذلك لم يصرح لا رئيس البرلمان ولا غيره من أصحاب المناصب في الحكومة على ما فعله أسعد العيداني في الجامع الأثري نهائيا. أعطيني تصريحا واحدا
لا يوجد هناك تماما، كان القضية لا تعنيهم، لأنهم يعلمون تماما أنهم لا يريدون إغضاب الذي أوصلهم إلى المناصب وهو الداعم الإقليمي الإيراني بشكل واضح تماما. ولذلك حقيقة أنت يعني تكلمت كلاما جوهريا في عملية وصلنا إلى مرحلة الاتفاق على نقل المنارة، وأن هذا الطريق لا يوجد غيره، ولا يمكن أن نعمل أشياء بالالتواء ولا بحفر أنفاق. هناك طريقة مؤدبة يمكن أن يتم فيها عملية هد المنارة أو نقلها والمحافظة على إرثها. هي دائرة الآثار في البصرة، وهي من البصرة، قالت لدينا إمكانية تقسيمها إلى ثلاثة مناطق ثم رفعها والمحافظة عليها وعلى حجارتها. يعني داخليا يمكن أن نرفعها، فكيف إذا جئنا بشركات الآثار العالمية؟ ثم ثانيا، هل يمكن أن نأتي بالجرافات؟ هذا الفعل لم يفعله سوى الإسرائيليون. الكيان الصهيوني هو من يفعل ذلك بتجريف منازل المواطنين والمساجد في فلسطين. لماذا نكرر ذات الفعل؟ لماذا هذه الإهانة أن نذهب إلى مسجد وبيت من بيوت الله، وهو يعني حتى وإن كان أثريا يبقى أنه مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت الله، نذهب إليه بالجرافات بهذه الطريقة والابتسامة تعلو شفتي المجرم أسعد العيداني، وفي منطقة منتصف الليل بعد منتصف الليل، وهي المنطقة اللصوصية التي تستخدم للصوص في الهجوم أو الاستحواذ على الناس. لماذا نذهب بهذه الطريقة المهينة؟ لماذا يهين هذا المجرم أسعد العيداني هذا المسجد ومشاعر نصف العراقيين، أكثر من 58 إلى 60 فضلا عن شرفاء العراق من كل المذاهب؟ لماذا يذهب بطريقة هكذا؟ لماذا لم يأتي بعمال يهدون المنارة؟ هي منارة قديمة جدا، يمكن بالمطرقة يمكن أنه بخلال ساعتين يدري، أو بالهمر باليدوي يمكن أن يتم هدها. لماذا جاء بالجرافات؟ وهذه المنارة طبعا بالتأكيد أستاذ عبد القادر النايل هو يعني تخص العراقيين أيضا وتخص المسلمين في كل العالم، لأنها تحمل آثار الحضارة الإسلامية. ولكن يعني مع الأسف ما يجري في العراق هو جريمة بمعنى الكلمة بحق التاريخ وبحق الحضارة وبحق الإنسان وبحق كل شيء مع الأسف. اسمح لي أن نتابع سويا هذا التقرير المصور عن مئذنة عمرها 300 عام في العراق يتم هدمها بالجرافات بطريقة متخلفة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على هدم منارة جامع السراجي في أبو الخصيب بالبصرة واستهداف الإرث الحضاري والتاريخي للعراق. أرحب بالشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ العشاء العراقية ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك شيخ يحيى السنبل. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهلا بك شيخ يحيى. يعني هدم مئذنة عمرها 300 عام في العراق من أجل دوافع انتخابات، دوافع أو مكاسب سياسية مستقبلية، إرضاء للميليشيات، إرضاء للأحزاب، هنا كيف تنظر إلى الدلالات الثقافية
لهدم هذه المنارة التي تعتبر صرحا حضاريا وتاريخيا للعراق؟ أخي العزيز، من المؤكد بأن العراق يقع تحت سطوة مجموعة من الذين لا ينتمون إلى العراق مطلقا، بل هم قاتلوا مع أعداء العراق ضد العراقيين، ولكن جاءت بهم أمريكا من تيه الشوارع لتسلطهم على القرار العراقي. لذلك هذا ليس مستغربا بتدمير الإرث العراقي والإرث الإسلامي والعزف على الوتر الطائفي، لأن هؤلاء لا يملكون أي مشروع وطني، لا بانتخابات ولا بغير انتخابات. لذلك هم يعزفون على الوتر الطائفي من أجل تحقيق رصيد، أو من أجل أن يقال لهم عفر من قبل أسيادهم خارج الحدود، ومن أجل أن يستمروا في السلطة، لأن استمرار هذا الاحتقان الطائفي هذا هو من يمكنهم في الاستمرار في السلطة. لذلك هم لا يحملون أي ثقافة، لا وطنية ولا إسلامية ولا مجتمعية، ولا يعرفون حتى معنى التعايش لا السلمي ولا التعايش مع الآخر ولا قبول الرأي الآخر. لذلك هم اختاروا هذه الطريقة في وقت حرج، وكان لديهم من الوقت الكثير منذ البداية، كان يمكن الذهاب بعيدا عن الجامع في وضع هذا الطريق، ويمكن أن يأخذوا من الجهة الأخرى، ولكنهم هم تعمدوا على ذلك من أجل ضرب تراث العراق، لأنهم أعداء يحملون عقدة النقص في أنفسهم، لأن هذه المدينة العريقة الذي بناها سيدنا عمر بن الخطاب، وبنيت كثير من هذه المدن يراد لها أن يمحى تاريخها، ولكن كن على ثقة لن يمحى تاريخ البصرة ولن تمحى تاريخ مدن العراق أبدا، لأنها مسجلة في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الشعب الذي يتوارثها جيلا بعد جيل. شيخ يحيى، يعني هل يعني إلى أي مدى ترى أن هدم مئذنة جامع السراجي هو ضمن مشروع التغيير الديموغرافي؟ كما هو معلوم، الكثير من المراقبين داخل العراق يقولون أن هناك أناس يحلون محل أناس آخرين، يعني يحلون محل أناس أصليين. أهل البصرة الآن ليسوا كما في ما قبل عام 2003. هناك مشروع على سبيل المثال، بعض الشهود العيان في العراق أو الكثير من الشهود العيان يقولون أن هناك استقدام مثلا لأهالي العمارة، يتم إسكانهم طبعا بتقديم التسهيلات وتقديم المغريات، إسكانهم في مدينة البصرة من أجل أهداف مستقبلية. هل يا ترى هذه الأمور تندرج أيضا، يعني هدم المئذنة وهدم المعالم التاريخية التي تدل على أن من بناها هم حضارة إسلامية، يعني هل هذا الأمر يندرج ضمن مشروع التغيير الديموغرافي الذي تقوم به إيران في العراق من عام 2003 وحتى الآن؟ أخي العزيز، نعم، هذا المشروع الطائفي الذي جاءت به أمريكا وإيران قد عرض عشرات الآلاف من أبناء شعبنا ومن أبناء مكون معين في البصرة إلى مغادرتها، ضمن استهداف للإنسان قبل أن تستهدف الحضارة ويستهدف الجامع وتستهدف المنار. هم هجروا الآلاف من أبناء البصرة الأصليين من أجل إحداث التغيير الديموغرافي. لذلك عملية هدم المنارة كل قصدهم بأنهم يمحوا هذا التاريخ، أو يمحوا وجود مكون رئيسي وأصيل قامت البصرة على نهضتهم وعلى بنائهم. هؤلاء هم من بنوا البصرة، لذلك جاءوا هؤلاء الغرباء سواء في فترات معينة أو ما تقوم به إيران الآن، السيطرة على هذا المنفذ الحيوي الذي يطل على الخليج العربي لمدينة البصرة. ونعم، عملية هدم المنارة وعمليات التغيير الديموغرافي
يعني من باب رئيسي أن يقوموا فيها بالبصرة في وقت هم يقومون فيها بالموصل، وهدموا منارة الحدباء في الموصل بحجة داعش. هم يستهدفون التاريخ ويستهدفون مكون معين، المكون الأصيل، المكون الأكبر في العراق، ولكن أمريكا أرادت أن تحاول أن تحجم طيب. هذا المكون طيب. وأرادت أن ترعى هذه الفتنة الطائفية منذ 20 عام، وسلمت الأمور ليد إيران وعملائها الأقدام. نعم أستاذ شيخ يحيى، أبقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، هذه المعالم التاريخية وهذه الصروح التاريخية بالتأكيد هناك جهات دولية تهتم بها وتحافظ على ديمومتها، ولكن في العراق بعد هدم هذه المئذنة يعني لم نشهد أي جهة دولية تحدثت عنها، في حين أن الدنيا قامت ولم تقعد عندما قام طالبان بتفجير بوذا أو تمثال بوذا. يعني ألا ترى أن هناك ازدواجية بالمعايير عندما ننظر إلى الأمر من المنظار الحقيقي، وهو هذا أثر وآثار وحضارة بغض النظر عن الأمور الأخرى التي يعول عليها الأحزاب أو الإيرانيون فيما يخص موضوع الطائفية وإلى آخره، التي هي مستوردة ومعلبة أساسا جاءت بعد الاحتلال لم يعهدها العراقيون، لنتحدث عن الموقف الدولي. بدءا دعنا نرحب بانضمام الشيخ الدكتور يحيى السنبل أمين عام عشائر الثورة العراقية، وكل التحية له. وبالتأكيد أسلفت لك على أنه هؤلاء عندما يقدمون على هذه الأعمال فهي بتوجيهات إقليمية ودولية، لأن الذي يصنع لهم المناصب ليس الشعب العراقي، ولا يعتمدون على أنهم يقدمون أعمال لكسب ود الشعب العراقي من أجل إيجاد انتخابات أو انتخابهم، لأنه لا انتخابات في العراق كما هو معلوم. الذي يصنع العملية السياسية منذ اللحظة الأولى قالها بول بريمر: نحن جئنا لهدم الحضارة السنية التي حكمت المنطقة. هذا كلام واضح وصريح تماما، مع أنها لم تكن بهذا الإطار، أنها كانت دول وكانت أنظمة تحكم بطريقة استيعاب الجميع والجميع يشارك فيها. لكن إذا الغاية الأساسية هو عملية التغيير الديموغرافي في العراق، هو داعما رئيسيا لها البريطانيين والأمريكان من جهة، والتنفيذ على الإيرانيين، وبالتالي لن تجد هناك صوتا بل هناك مدحا. يعني كان يفترض السفارة الأمريكية أن يكون لها تعليق الذي كانت تعلق في الأيام الماضية على مستوى ربما خدمات، بل ذهبت إلى افتتاح مطاعم داخل بغداد وتعلق على هذه المطاعم، فكيف لها أن لا تعلق على الآثار؟ بالتأكيد، لأن القضية تخص مكونا كبيرا في العراق، ولأنها على أسس هذه العملية السياسية ومنهجها في عمليات التدمير والطمس والتهجير الأهالي وانتزاع المدن وإفراغها من سكانها، كل هذا حقيقة يحظى بدعم دولي، وإلا ما الذي تفسر انتهاكات حقوق الإنسان والصمت عليها؟ القضية لا يعني صمتا. أنا هنا أؤكد جوابا على سؤالك ولا ما تقدمنا به من كلام، أن القضية تحظى بدعم، وما يجري هو عملية دعم دولي لها، وليست العملية صمت أو أنهم لم يقدموا شيئا، بل ربما هم محرجون حتى لا تسجل تاريخيا إعلاميا عليهم أنهم هم داعمون لهذا التدمير بشكل علني، لكن من خلف الكواليس أنهم داعمون، وربما كرموا أسعد العيداني على هذا الفعل الإجرامي، وبالتالي ربما وعدوه بالاستمرار في منصبه بعد الانتخابات القادمة. لذلك جاء الطرف الدولي هو يريد طمس هوية العراق، وإلا لماذا جاء وقد احتله؟ هل احتله لتغيير النظام؟ الجواب كلا بالمطلق. الاحتلال الأمريكي لم يأتي لتغيير النظام، الاحتلال الأمريكي جاء لمشروع كبير تعثر في بدايته بسبب المقاومة العراقية، لكن هذا المشروع يقتضي طمس هوية العراق،
ارجاع العراق الى العصر الحجري، وقد قالوها علانية، تفكيك الدولة العراقية، تهجير اهلها لا تشكل خطرا على الكيان الصهيوني. هذا هو الاساس من احتلال العراق، وبالتالي هؤلاء ينفذون مراحل وصفحات تدميره من هذه الحرب الذي لم تنتهي الى هذه اللحظة، وبالتالي ما يجري هو دعما دوليا وليس صمتا. نعم. إذن هناك منهجية لهدم المعالم التاريخية وهوية المدن العراقية، وبدعم دولي شيخ يحيى السنبل، بالعودة إليك مرة أخرى، ولكن تتحدث وزارة الثقافة عن يعني رفض وتشكيل لجان حتى يعني من أجل إيقاف هذه المنهجية وعدم استهداف الصروح الحضارية للعراق، وأيضا الوقف السني تحدث أنه يعني أقال مدير الوقف السني في المنطقة الجنوبية بعد هدم هذه المئذنة، يعني إقالة وتنصيب وتشكيل لجان في ظل نظام المحاصصة، هذا النظام المحاصصة الطائفي، هذه اللجان والإقالة والتنصيب وإلى آخره والجعجعة والمعمعة، يعني هل ترى أنها ستثمر عن إيقاف هذه المنهجية التي جاءت بدعم دولي لهدم الصروح الحضارية للعراق وطمس تاريخه ومحاولات قتل رمز الإنسان القوي فيه الذي علم البشر القراءة والكتابة، وحمورابي ونبوخذ نصر وحضارة عمرها 7000 سنة؟ هل ترى أن هذه اللجان وهذا التنصيب والعزل وإلى آخره ذو فائدة ذو جدوى في ظل نظام المحاصصة؟ شيخ يحيى السنبل. نعم. نعم. أحيي الأخ الكريم الأستاذ عبد القادر النايل الذي كفى ووفى بما قدمه لهذا الموضوع. أخي العزيز، أمريكا جاءت مستهدفة العرب السنة في العراق وفي المنطقة ولمحو تاريخهم، وتستهدف وجودهم وحضارتهم، لذلك هم لن يخجلوا في إعلان ذلك صراحة وعلى رؤوس الأشهاد. أما ما يقوم به العيداني وغيره هو ضمن هذا المشروع الذي ترعاه أمريكا بالاتفاق مع أنظمة حاقدة وعدوة للعراق، ومنها النظام الإيراني الحاقد العدو التاريخي للعراق، والذي لا يختلف في تصرفاته الإجرامية عن أي عدو آخر في المنطقة، سواء في فلسطين المحتلة أو غيرها. وأما عملية هذه اللجان هي لذر الرماد في العيون، فأنت تعلم السيطرة تامة لمفاصل الدولة العراقية ووزاراتها، وحتى هذه الأوقاف التي تنهب ليلاً نهاراً من الأوقاف السنية أصبح هذا مشروع واضح أخي الكريم. فهذا عملية عزل هذا الخائن وتشكيل لجنة للتحقيق مع هذا العميل، هذه ليس لها أي قيمة ولن تقدم نفعاً أبداً. ولو كانت هذه اللجان تحقق شيئاً لكانت أعادة الأوقاف السنية التي نهبت من قبل ما يسمى الوقف الشيعي، وأساساً بأن الأخوة الشيعة هم لا يؤمنون بالوقف، الوقف هو موجود عندهم عند العتبات، ما عندهم وقف، ويعتبرون الوقف هو عمل غير صحيح، لأنه من أقره هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن بعد 2003 استحوذوا على الأوقاف السنية اللي أوقفتها عوائل سنية، ولا يوجد هناك وقف من الدولة، ما هو أوقاف إلا الدولة، هذه كلها أوقاف لعوائل سنية تم الاستحواذ عليها. لذلك عملية ضرب الأوقاف ومحو التاريخ وهدم المنائر وعملية الاستهداف للمكون العربي السني في العراق هو مشروع إيراني أمريكي صهيوني، وتشترك به بعض الأنظمة العميلة الرجعية الحاقدة على العراق. هذا أصبح واضح، إحنا حالنا الآن ما يختلف عن حال الفلسطينيين مطلقا، لا بل أقول بأن حال الفلسطينيين يمكن أفضل من عندنا بنسبة 20% بالنسبة للعرب السنة في العراق، وما يواجهوه من طغيان وظلم واستهتار. لو هناك أي مسؤول سني يتحدث بالطائفية لا قامت الدنيا ولم تقعد،
من الأنظمة حتى العربية التي تدين، ولكن هذا الأرعن الذي يتجاوز على رموز الصحابة وهذا الذي يهدم المنارة، لم نسمع كلمة واحدة لا منظمة دولية ولا عربية ولا إسلامية تتكلم. لذلك هذا المشروع هو مشروع مبارك عليه دوليا وإقليميا من أجل استهدافنا في عقيدتنا ووجودنا وتاريخنا. وهذا شكرا شكرا لكم شيخ يحيى السنبل. أستاذ عبد القادر النايل، مع مرور 20 سنة على الاحتلال والمشروع الطائفي في العراق، كيف تنظر إلى مستقبل العراقيين في ضوء محاولات طمس هويته، هوية العراق، ومحاولات تحطيم صروحه التاريخية؟ من المعلوم أن الواقع خلال 20 عاما مأساويا، وهو سيستمر بنفس النهج ما دامت أحزاب السلطة متمسكة ومدعومة بالسلطة. وبالتالي العراقيون إذا يريدون أن يحافظون على هويتهم واستعادة هويتهم، وبالتالي الآن أصبحت الأمور واضحة وواعية لكل أبناء الشعب العراقي، ولذلك وجدنا أصوات عالية من أبناء الجنوب ترفض هكذا عمل بربري قام به أسعد العيداني من هدم المسجد. وبالتالي ينبغي إذن أن نذهب إلى باتجاه وحدتنا من أجل اكتساب إرجاع العراق وإعادة ما تم تحطيمه، لأن المشروع مشروع كبير يراد منه ابتلاع العراق هوية، تاريخا، إرثا، حضارة، اجتماعيا، إفراغ أهله، وبالتالي الكل سيستهدف، بدليل ما يجري الآن من استهداف المكون المسيحي وما جرى على أكبر مرجعية دينية للمكون المسيحي، جرى طرده من بغداد وملاحقته، والآن يجري عملية الذهاب باتجاه اعتقاله وإهانته. هذا كله حقيقة. إذن المشروع لن يقف عند العرب السنة، ولن يقف عند الشيعة العرب، ولن يقف عند المسيحيين وحتى عند الكرد. لذلك حقيقة ولا عند التركمان ولا عند الصابئة، الابتلاء يأتي على الجميع، وعملية التذويب وإنهاء وتهجير الجميع هو الهدف السامي لأحزاب السلطة. لذلك حقيقة ينبغي علينا أن نوقف هذه الأمور بوحدتنا أولا، وثانيا أن لا نلتفت إلى العملية السياسية، وأن نذهب باتجاه مشروع الخلاص الوطني الحقيقي الذي يمكن من خلاله انتزاع العراق، وإلا فإن الواقع من أسوأ إلى أسوأ مع استمرار عمليات التدمير والممنهجة، بدليل ما يحدث الآن من تدني كبير الخدمات الكهرباء في هذا الفصل الصيف، مما يجري من تلاعب الإيرانيين ببيع الغاز، وبالتالي خضوع هؤلاء للإيرانيين دون أن يكترثوا العراقيين، مع أن مصادر الغاز متنوعة يمكن شرائها من أي منطقة بالعالم ومن جيران العراق، وبالتالي يمكن تزويد العراق بما يولد الكهرباء ويقي العراقيين حرارة الصيف، أو الاعتماد على خطط بديلة، لأن الحقيقة محطات التوليد كانت تعمل بالنفط الأسود، ما الذي حولها إلى الغازية؟ إذن هناك حلول، هؤلاء حقيقة لن يبحثوا عنها، لأن الراعي الدولي يريد تدمير العراق ويريد يعني زيارة معاناة العراقيين، وهو يهدف ويعمل ويعملون منذ 20 عاما ومستمرون بطمس الهويات التاريخية الأصيلة للشعب العراقي بكل مكوناته. بالتأكيد لن ينجحوا بطمس هوية العراق وتاريخ العراق وحضارة العراق، ولا تزال ربما سوف تظل ربما هذه المنهجية والمحاولات مستمرة بأذرع الأحزاب أو الميليشيات والمنتفعين من هذا المشروع الطائفي في العراق الذي جاء بعد عام 2003 وأثمر عن الكثير من الإنجازات. من هذه الإنجازات تحطيم كل أمل للعراقيين ومحاولات تحطيم كل تاريخ يذكر العراقيين بأن لهم أمجاد وأن لهم وجود على هذا الكوكب، وجود فاعل، وأنهم شعب مميز عن غيره، وأنهم أمة. للأسف ذهبت المنارة مثلما ذهبت منارة مئذنة الحدباء التي استهدفت بنفس المشروع، ربما بغض النظر عن من قام بالهدم، ولكن هذا تاريخ العراق، وللأسف نقول مرة أخرى. إذن نشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر سكايب،
وشكرا جزيلا للشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ العشائر العراقية ضيفي عبر الهاتف، وشكر موصول أيضا للأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.